النور، مثل ما حكيت قبل، هلأ رح أحكي عن الأبراج النارية اللي هن الأسد، الحمل والقوس، من هيدا الشهر 7 لآخر السنة. مجرد فوركاست، يعني شوف الطقس تبعكم بشكل عام للأبراج الثلاثة مدموجين مع بعض. طبعا هيدي انتم ما معودين عليها مني، بس ان شاء الله تعجبكم. حلو احيانا يكون واحد عنده بشكل عام، لانه الأبراج النارية بتأثر على بعض بطريق او بآخر. رح نحكي عن المال والأعمال، الحب، الزواج، الحمل والدراسة، هن هول أكتر شيء انتو بتسألوني عنهم. الطلاق بنسأل عنه، ما بحب أحكي عنه كتير، بس إذا بين بهالموضوع أو بين شيء محاكم رح أحكي عنهم. إن شاء الله يعجبكم، اعملوا شير ولايك واشتراك، وعلقوا الجرس ليجيكم إشعار البث المباشر. وخلينا نبلش نشوف شو مخبى للأبراج النارية من شهر 7 لشهر 12 لل2018. بالنسبة للحب، مع الأبراج النارية الوضع أفضل بكتير من قبل. كل شي سبق وتركتوه راح تقريبا، وانتو هلأ ماشيين لقدام. عم شوف حب على سفر، عم شوف حب على هيك ضجيج وشي جديد وحركة حلوة. عم شوف البعض منكم نضج، بس الناس اللي كانت تحب او تركت او انفصلت وعندها اولاد هن اكتر ناس متأثرين بهالمرحلة. الحب عند الأبراج النارية، البعض منكم متأجج أكثر من الآخر، خصوصا القوس والأسد، مما يترك الحمل لورا شوي متراجع. بس الحمل عزيزي بدك يعني تكون متفائل أكثر. بشكل عام في حب، في زواج، في خطوات متقدمة لقدام. البعض منكم عم يشتغل ليأمن المهر، إن شاء الله ألف مبروك سلفا. والبعض منكم مسافر وآخذ حبيبته أو خطيبته معه. بالنسبة للأمال والأعمال للأبراج النارية ثلاثة بهالفترة، عم شوف في نوع من التنغصات، وجع القلب، شوية مشاكل بإدارة الأعمال أو إدارة المصاريف. البعض منكم تهور ماديا أو عمل مضاربات مادية أثرت عليه، أو في إشياء اضطريتوا تبيعوها أو تتخلوا عنها. كمان عم شوف لبعض الأبراج في كان نقل عمل، نقل شغل، والبعض منكم حاسس حاله منو قادر يتحرك. ان شاء الله لما منفوت بنحكي عن برج برجه، كل واحد لوحده ببين معنا اكثر. بالنسبة للدراسة للأبراج النارية الثلاثة، أنا عم شوف إنه في نجاح، كان في نجاح عالي للبعض كتير. في ناس منكم منا كتير مبسوطة بعلامات اللي جابتها، أو حست إنها انطعنت أو انغدرت أو أسئلة مع ذوقة، بس بشكل عام عم شوف في نجاح الأغلبية. هلا أكيد بيكون في حدا يمكن ما نجح، أنا ما مبين عندي، بس اللي مبين عندي الأغلبية كانت أغلبية عليا. في ناس منكم تفارقت بسبب علاماتها العالية والجيدة، اضطرت أو مضطرة أن تترك وتروح على مدرسة أفضل أو أعلى أو تكفي دراسات أفضل، بس بشكل عام عم شوف أنه ناجحين جدا من هلأ للأشهر الجاية، فتابعوا على هالمسار. غطينا الحب، غطينا المال، وغطينا الدراسة. خلينا نغطي الحمل لأنه كلكم تسألوني عن موضوع الإنجاب. بالنسبة للإنجاب عند الفئات النارية، جيد، أفضل من الفئات التانية اللي حكيت عنها قبل. البعض منكم حاول وقبل وما جرب، من الأشهر الجاية رح تكون أفضل لإله. ديروا بالكم على صحتكم وانتبهوا، ما تخلوا أشعة الشمس تسيطر عليكم إذا كنتوا حوامل لأنها بتأذي. وعم شوف انه في فرح وفي في ايجابيات كتيرة بالنسبة لهالموضوع، فبالتوفيق ان شاء الله. شو بقى عنا نحكي فيه؟ الزواج، موضوع بيشغل الكل. الزواج يعني ما كتير حاليا عم تحبوا اكتر، بينتوا بالحب اللي حابب وخاطب رح يستمر ويمشي. البعض عندكم عنده مشاكل مرسبة من قبل، حبيب متحكم، أطباع مختلفة، مرضته بسبب الحبيب، عدم توافق، تنقية، انتقاء غير موفق، بعض عنده طلاق،
بس يعني بشكل عام شو بدي أقولكم، الأبراج مثل الطقس، ما في إلا صيف شتاء ثلج برد ومطر، ما رح تتغير. يعني كلامي ما رح اخترع الذرة فيه، فكل شي رح يكون هو هيدا الموجود. بس بشكل عام الأبراج النارية بهالفترة الحب عندها 50%. خلينا بعد في شي ما حكينا فيه، العيلة، العيلة جيدة، كان في مشاكل بقلب العيلة، الاتفاق مع الأب جيد بهالفترة، أفضل من قبل، أخوات كتير مناح، في محبة بالعيلة، عند القوس الأسد والحمل تلاتتكم سوا، الحمل أكتر مركز على والدته، القوس مركز على بيه، مركز على مصرياته وعلى زواجه. فهذا الشيء بيترك الأسد بمرحلة منه مؤكد هل بيفوت بالعيلة أو لا. بتصور تصرفك لائق بهالفترة، اتبع حدسك، باقي الأبراج انتو كمان اتبعوا حدسكم، بس القوس أكتر بحب يكون قريب على أهله، والحمل بحب أمه. عمتم مساء، إن شاء الله يكون عجبكم هيدا الفوركاست، اتركوا لي كومنت وشير ولايك، اعملوا سبسكرايب، خلوا الكومنتس حضرية حتى ما يصير في حد حذف. وإذا عجبكم هيدا الفوركاست لكل مع بعض، ممكن نعمله كل فترة أو كل 3 أشهر. تصبحوا على ألف خير.